العمد لابد له من 3 أركان، حيث نعرف أن هذا الشيء عمد وإلا خطأ. العمد فيه القود وفيه الإثم العظيم، وهو من أكبر الكبائر، لقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وألعنه وأعد له عذابا عظيما. وبحيث كيف نعرف أن هذا القتل عمد ويستحق صاحبه أن يقتل؟ قالوا لابد أن تتوفر فيه 3 أركان. الركن الأول القصد إلى الفعل، هو ضرب وإلا إن كان شكله، يعني أن يقصده الشخص، يقصد الفعل، ما يأتيش من غير قصد. الأمر الثاني قصد الشخص الذي قتل، يكون هو مقصود بالقتل أيضا. الأمر الثالث العداوة، وجود العداوة، والعداوة معناها ليس بالضرورة أن يكون عدو يقاتله في الصف ولا كذا. العداوة المقصود منها أنه يقتله غاضبا مغضبا عليه، يعني مش هكذا أتى القتل من غير أن يتعمده وبثائرة غضب وانتقام، يكون فيه غضب وفيه انتقام. فمعنى الشرط الأول القصد إلى الفعل، 3 هذه الأشياء إذا فقد واحد منها ما عادش يسمى عمد، يسمى خطأ. الأول القصد إلى الفعل، فمعناه لو أن الإنسان يعني يعبث بسلاح وقعت يده على الزناد خطأ وحركه وهو لا يقصد حتى أن يحركه وخرجت الرصاصة وقتل شخصا، هذا معناه فقد الشرط الأول وهو القصد إلى الفعل. هذا من لم يقصد أن يطلق الرصاصة، يلعب بسلاحه وإلا يحرك هذا المسدس، ولا يعني قد يكون هو حتى لا يبصر وكذا وضع يده على هذا المسدس وحرك من غير أن يقصد التحريك فقاتل شخصا، هذا فقد الشرط الأول وهو القصد إلى الفعل، هذا لم يقصد الفعل فقتله في هذه الحالة خطأ. الركن الثاني قصد الشخص نفسه، أنك تريد أن تقتل فلانا بعينه، فلو هو حرك يعني الزناد ليصيد طائرا فوقعت في رأس شخص فهذا أيضا قتل خطأ، لأنه لم يقصد هذا الرجل بالقتل. الركن الثاني يقتله عدوانا، يعني غاضبا عليه، فإذا فقد هذا الشرط بحيث أن الإنسان أخذ السلاح وقصد الفعل وقصد أن يقتل، ولكن ما قصدش أن يقتل شخص وإنما كان ما فيش بينه وبين عداوة ولا كذا، وإنما كان يؤدبه مثلا، قصد الضرب وقصد الفعل وقصد الشخص لكن ما لم يقصد قتله وإنما ليؤدبه أو ليلاعبه أو لكذا، فهذا أيضا فقد الركن الثالث اللي هو العدوان وأن الفعل كان نتيجة غضب فيكون خطأ. إذا فقد ركن من هذه الأركان 3 يكون القتل خطأ. والقتل الخطأ ماذا يجب فيه؟ لا إثم فيه. الله تبارك وتعالى يقول: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ما فيش إثم. وفيه الكفارة والدية، عقوبة الكفارة، بحيث أن الإنسان في الغالب أن الخطأ يصدر عن تفريط وعدم أخذ حيطة كاملة، فهذه العقوبة بحيث تكون درسا له، يحتاط لنفسه ولا يعيد مثل هذه المسألة، لأن قتل الخطأ معنا في نفس ماتت، ضاعت على نفسها وضاعت على أهلها وعلى أولادها، فلابد أن تكون فيه عقوبة
لا إثم فيه، ولكن فيه عقوبة، هذه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين. وفيه أيضا اللي هو موضع السؤال، ماذا يجب في هذه الحالة اللي جاءت في السؤال، هل فيه ضمان؟ ويقصد بالضمان يعني تعويض الضرر. لما إنسان يقود سيارته في الطريق متهورا ومش واخد بالأسباب، والسرعة في هذا المكان 60 ولا 70، يمشي في 150 ولا كذا، وإلا عند عجز في شيء من الأشياء التي تشترط لقيادة السيارة، فقتل شخصا. هو لم يقصد بهذا الفعل، غير مقصود به القتل، ولم يعني قتل شخصا. شروط العمد في التي تكلمنا عنها مفقودة في حقه، فإذا هو قاتل خطأ. ما دام قاتل خطأ تجب عليه الكفارة وتجب الدية على عاقلته، لكن فيما يتعلق بالتعويض اللي سماه الضمان السائل هذا واجب عليه، لأن القاعدة المتفق عليها بين أهل العلم أن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. هذا الضمان ولا يعني ما يترتب على الخطأ من تعويض وكذا، هذا من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. لا يشترط في صاحبها أن يكون بالغا عاقلا، يعني أحكام التكليفية مثل الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة وكذا، يشترط في وجوبها إن شروط التكليف لابد أن يكون إنسان بالغا عاقلا قادرا على العمل. لكن فيما يتعلق بإفساد أموال الناس ولا تضييعها لا تشترط هذه الشروط. كل من أهلك ولا أفسد لآخر مالا بأي صورة، حتى لو كان رضيعا، لو كان رضيع يعني في جنب قارورة فيها شيء ثمين ويعني حرك رجله وأفسد ما فيها فهو ضامن، والصغير بيضمن وليه ومعلش إثم. لكن هذا من خطاب الوضع، للشرع وضع هذا القانون، هذا من خطاب الوضع، الشرع وضع هذا القانون أن الشيء سببا لشيء آخر، أن كذا هذا الشيء شرط لشيء آخر، وضع للضمان سببا وهو الإهلاك والإفساد. فهذا ما دام توفر السبب ما عادش ينظر إلى الفاعل هل هو مكلف ولا غير مكلف. فالضمان في مثل هذه الحالة اللي واردة في السؤال واجب على السائق الذي يعني قتل نفسا، هو قتل خطأ لا إثم عليه فيه، ولكن عليه الكفارة والدية على عاقلته، ويجب عليه أن يصلح السيارة ولا حتى أكثر من سيارة، أو حتى يعني أفسد أكثر من سيارة، كل ما أفسده يجب عليه أن يضمنه.